وعلشان انت كراجل ما تقعش فيه لانك راجل وانت عليك التصرفات، وعلشان هي تفهم لو حصل لها كده تعمل ايه، ايه اللي هي تعمله عشان تطلع من حاجة زي كده. اول حاجة لما ما تتفهمش تقول لك مش فاهمني، اه طب هنا بقى عشان ما اظلمش الشباب بالله عليكم، لانهم الشباب في الحتة دي مصدومين قوي صراحة، قاموس عشان يفهمها، كتيبات ومش عارفة وايه وميت الف، لا ركزوا لنا اعمل ايه. تقول لك لا المفروض بقى، يا نهار ابيض يعني انت مش عايزة تقولي ولا تعبري على اللي جواكي ولا تعبري تتفهم ازاي، وفي نفس الوقت معاني عجيبة جدا، وفي نفس الوقت انت عايزة ان هو حاجة مصيبة ان هو يعرف اللي جواكي، ما بيشمش شباب انت على ظهر ايده، ها يعني مش حالة جلا مش عارفة ايه، فساحر هيجيب لك مش عارف، مفيش الكلام. لازم تعرفي تعبري عن اللي جواكي، والنقطة دي انا بركز عليها في كل محاضرة، اعرفوا عبروا عن اللي جواكوا صح، تمام كده. تقول لك ايه ما هو المفروض يفهم، طبعا ده ضرب من الخيال يعني، بيفهم لوحده. لازم تعرفي تقولي ايه، انا محتاجة ايه، بحب ايه، بكره ايه، انا زعلانة من ايه، عشان اللي قدامك يفهمك يا بنتي، ما تسيبهولوش كده. فالنقطه دي عاده بيبقى الرجال عندهم حق فيها، لانك ما فيش، ما احنا قلنا كده منى، ما فيش عواطف، ما فيش، ما فيش اي حاجه، عدالات ما فيش، فده مش صح. خليكي حد واضح، حد يعرف يتفهم، يقول لك سلس، انا مرتاح في معاه، مرتاح في الكلام معاه، بتريحني، مش مغلقه لي على نفسها وصندوق مغلق اسود ما اناش عارف فيه ايه، ده غلط. طيب تاني حاجة بتسبب ألم للست طبعا لما بتتفهمش، طبعا بتتصدم وبتتألم وبتاع ومش عارفة، تقول لك بس الجوازة طلعت جوازة منيلة وعليه. من سقف التوقعات برضو والحاجات اللي بتسبب صدمات للمرأة وصدمات للشباب ذات نفسيهم لأنه مش عارف يتعامل، تقول لك أنا عايزاه حنون علي سند. حلو، أنا معاكي، معاكي في النقطة دي 1000%، وداعم لها وقت نفسيتها صاحيه رايقه، صاحيه مش عارفه ايه، جايه من حاجه حصلت اي حاجه، يكون داعم ليها، ويكون هي يعني على الاقل على الاقل شايفاه سند وقت دي. فهم مع السند ده احنا بنسميه معيار الامان عند المراه، اعلى احتياج واعلى قيمه عند المراه انها تحس بالامان ده، اللي هو ايه، حنان مع دعم. انا موجود، واحد حنون عليها وبيسندها، الله، خلاص خلاص كده كده زواجه ناجحه. اعلى احتياج عندها الامان، لو اتحقق بيحصل عندها نوع من ايه، خلاص بقى في احترام، بقى في تقدير، بقى شايفاه افضل راجل في الدنيا. انا بديك المفاتيح اهو، لو حصل خلاف كده، جه وقت ازمتها ما سندهاش، ما دعمها، ما لقيتوش موجود، ما فيش حنان، قاسي، تعمل ايه، تبعد، ويحصل لها انسحاب ويحصل لها الم شديد. فيحصل ايه، فالعلاقه بقت مسببه لها الم. فالعلاقه اللي بتسبب الم دي ايه، مش عايزاها، هي تقول لك انا مش عايزاها، انا مش عايزه العلاقه دي، العلاقه مسببه لي الم وبتاع، تكرهها. ثالث توقع عند الانثى من شريك حياتها والكلام ده، ان تشوفه في عينيها راجل، تشوف راجل شايل مسؤوليه، مش واحد اتكالي، مش هي شايله شيلتها وشايله شيلته، الراجل ده شايل مسؤوليه. بس في بقى هنا حاجه، مفهوم المسؤوليه عند المراه بيختلف بمفهوم المسؤوليه عند الراجل. معلش معلش استحملوني يا بنات علشان خاطر الكلام ده كلام مهم جدا. اول حاجه مفهوم المسؤوليه عند الراجل ايه، انا باجي بشتغل، مكفي بيتي، اصلا بيبقى عنده هاجس، هو داخل البيت انا مكفي ولا لا، البيت محتاج، شايل هم، ما تشيلهوش الهم ده، حسيه بدخلته، انا فرحانه بيك. واحده لسه كانت كاتبه، كنت عامله فيديو من 2017 عن تكه مفتاحه، انا بستنى تكه مفتاحه من الباب، فعملت قالت لا انا ما بستناش، وتعليقات سلبيه جدا، انا مصدقاها صراحه، انا مصدقه الكلام اللي البنات قايلينه ده، وتقول لك لا احنا كارهين ومش عايزين ابونا، واحنا قلت كده حتى الفيديو بتاع 2017 ده كنت قايله فيه، في واحد بيجي اول ما بيشوفوا تكه المفتاح بيخشوا، العيال بيبقوا عاملين زي كل واحد في مكان ومش عارفه يقفلوا قعدتهم والسمر اللي قاعدين وكده، مش عايزين خلاص، في نكد جاي. وفي بيوت بيبقوا واقفين مستنيين يتنططوا قدام الباب، مستنيين هي ومراته وعياله، مستنيين دخلت ابوه ومحادثه ابوه وشنط ابوهم وكذا، فرحتهم بابوه. فجزئيه انك انت هتشيلي شيلتك وشيلته واللي قدامك مش راجل اصلا،
شايلك الدنيا واتكالي انت هتتصدمي ويحصل لك الم وانسحاب مش هتكملي. فسقف التوقعات العالي بدون تحديد، بدون تحديد يا بنات اسمعوا يا شباب، بدون تحديد المسؤوليه على مين يخليكي تتعبي. طيب رابع توقع بقى بتتوقعه شريكه الحياه او الزوجه او المخطوبين في البدايه واللي عاقدين، تقول لك بيعامل اهلي وحش، انا كنت متوقع احب اهلي، مش عايزني ازورهم، او انا ازورهم ما يجيش معايا. يا ستي ماشي، هو شخص مثلا مش بيحب الانفتاح قوي او اجتماعياته على قده، بس سايبك تروحي اوكي، سايبك تروحي عند اهلك وسايبك، هو مش عايز يروح ده وسطيه ما بيكرههمش يعني، مش حبسك، مش حرمك، مش منعك يعني، في وسطيه يا جماعه بين الحاجتين، في وسطيه بين الامرين. الامر الاولاني في حاجه باينه، الامر الاولاني امر ان انا بسيبك وماناش منعك، وفي لا نفرق ما بين اللي مانع واللي بيكره واللي محرم اهلها واللي عامل واهلك خربين واهلك كذا واهلك كذا. النقطه دي مهمه جدا، تمام؟ ده جزء. الجزء الثاني جزء بتتوقع حاجه خاصه بالعلاقه، العلاقه ذات نفسها بينها وبين زوجها. وخلوني اشرح لكم الجزئيه دي، عايزه دي ارجع دي ورا شويه. طب عايزه ايه؟ تمام. هو طبعا علشان في اكتر من حاجه فاحنا يعني ايه، خلونا نظبط الدنيا. خلوني اما اقول لكم على جزئيه العلاقه ذات نفسها، موضوع حاضر حاضر خلينا اهو. ماشي يا ستي، شكرا شكرا. اللي بتتوقع ايه؟ انا وانت رايحين في ازازه، وركزوا معايا في النقطه دي عشان النقطه ديت عند البنات بتعمل قلق شديد قوي، وسقف توقعاتها في الامر ده بيبقى يعني امر متعب شويه. ايه؟ احنا الاثنين حاجه واحده. فاكرين لما شرحنا وقلنا ان العلاقه المندمجه هو انا وهو روحين في روح في جسدين، العلاقه دي علاقه غير صحيه، العلاقه دي الحب المرضي ده حب غير صحي. الاصل ان كل واحد مستقل، تمام، بس في بينه وبين الاخر علاقه، زي ما قلنا حرف الاتش اهو، ادي الزوج ادي الزوجه وفي بينهم صله، ادي زواج ودي اولاد ودي كذا ونحب بعض وكل حاجه. بس لما حد يبعد، يتوفاه الله، يسافر، يتجوز، يعمل اي حاجه، حاجه حصلت، التاني ما يقعش، لا التاني لسه موجود. لكن لو العلاقه دي حرف التي، واحفظي معانا دايما الشكل ده ودايما اشرحه، لو العلاقه دي ها اعمل ايه؟ لو واحد مشي، بعد، انسحب، التاني يقع، ده غلط. فاحنا موضوع الاندماج بقى، وخليني يعني اندماج ده اللي هو الحب بقى اللي ما بيطلعش وانا وانت وكل اهو ما بي... يا ست الراجل ما بيحبش الخنقه دي تخنقوش، طب اصحابك لا معاك، رايح الشغل لا اعيط تاخدني معاك لا كذا، لان البنات بيحبوا ده، بيحبوا الارتباط وهو ده الحب عندهم على فكره، وتحس ان هي لوحدها وممكن تضيع في الدنيا من غير زوجها ومن غير حبيبها والكلام ده. بس الصح زي ما قلت لكم علاقه حرف الاتش مش حرف التي. حرف التي توقع، واحد وقع التاني انكشف للهوا وللدنيا والعواصف، واحد بعد التاني وقع، ما ينفعش ولا ينفع العلاقه دي، هي العلاقه دي اسهل واحده. طيب سبع توقع بيسبب الم شديد عند البنت وانسحاب رهيب عندها، ان هو بتبقى محتاجه او سقف توقعاتها في الشريك اللي جاي لها انه شايفني مثاليه قوي وافضل امراه في الكون وافضل واحده في الدنيا، بيقدرني ويقدر ارائي ويقدر حالي، مش بيسفه بيا، مش بينتقدني. فلما يحصل في تعليق من الـ من الـ من الـ من الزوج على زوجته، او في بدايات العلاقه في مرحله العقد او مرحله الخطوبه، تقول لك لا ده ما بيحبنيش، هو مش شايفني كده. في فرق ما بين ان انا بنسعى للمثاليه، مفيش حد مثالي، في فرق ان احنا بنسعى للمثاليه، وفي فرق ان احنا انا شايفه كده ولازم هو يشوفني كده، لا مش لازم، ده مش صح الكلام ده. عايزه اقول لكم ما يعملش ايه الكلام ده، ما يفيدش علاقة وما يخليهاش علاقة صح ولا إيجابية.
ليه؟ لانه شايفك صح 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 ولا في تعديل ولا في اي حاجه. لا طب ايه؟ لا مش صح، مفيش حد كده. خلي بالكم النقطه دي يا بنات، معلش انا في نقاط انا معاكي فيها 1000% وفي نقاط تخلي بالك منها. ان يشوفك مثاليه، لا ما فيش حد مثالي، بس احنا نسعى للمثاليه ونسعى للكمال وده شيء طيب. تمام. النقطه بقى الكارثه والكارثه الكبيره، ان البنت بترفع سقف توقعاتها. شوفوا يا شباب انا بديكم مفاتيح، بديكم مفاتيح تسمعوا المحاضره دي، تحطوها كده حلقه في ودانكم وقلب عينيكم، وتشوفوا اللي انا بقوله ده علشان لما تخش يا ابني علاقه او تبقى في علاقه تبقى فاهم الطرف الثاني بيفكر ازاي، وما تقعش تامن صدمه او تامن سقف توقع البنت بتتوقعه في خطيبها وشريك حياتها، انه ان هي حد ذو قيمه عنده وما يقدرش يزعلها. فلما يزعلها تتصدم فتتألم فتنسحب فتبوظ العلاقه، يحصل انفصال يحصل انفصال. الرجاله مش كده على فكره، تقول لك مش بيقدر يبعد عني وبيخاف على زعلي فهيجي صالحني. غلط غلط يا بنات غلط. يعني وهبوك اللي قالوا لك حاجه زي كده، ارجوكي ركزي معايا في النقطه دي مهمه جدا. بيتطلقوا وتتخرب بيوت وينفصل بسبب، تقول لك لا انا عمري ما اكون رخيصه عنده كده، ازاي انا رخيصه عنده كده؟ اكيد هيجي يصالحني، اكيد هيجي يراضيني. ده اللي بيبقى عند البنت. عند الرجاله ما بيبقوش فاهمين كده. إيه انا مش مقدر عندها، سابت البيت، إيه قررت ايه؟ قلعت لي الدبله، قالت يلا نفسخ، قالت كذا. فانا هي مش بتعمل كده عشان انت رخيص عندها، وهو مش بيجي علشان انت رخيصه عنده، لا هي بتعمل كده. يا شباب افهموا، هي عايزه تشوف مدى مكانتها عندك وهي غاليه عندك ولا لا، انت حريص عليها وهتيجي تصالحها ولا لا. ده اللي عند البنت. طيب ما وراء عند الراجل؟ لا انت قلتي بيا وانت قلتي كده لاهلك وعملتي كده لاهلك، فالامر لا بالنسبه كده صعب، فانا مش قادر اكمل معاكي في حاجه زي كده. في راجل بصوا لما يشوفك زعلانه ومتالمه يجي يحتويكي ويضيع زعلك، وفي رجاله ما بتعرفش تعمل كده. بصوا بيعملوا ايه؟ بيحصل لخبطه في فصين المخ، يحصل ايه؟ دي زعلانه، دي متالمه، ده اللي بيحصل مش عارفه بيحصل لها ايه، فده كذا ده كذا، ما يعرفش يراضي فيزعق ويغضب. لا هو مش عارف يراضيكي ومش عارف يشوف زعلك، لكن هو من جواكي بيحبك. ويصعب عليا انا بقى الحالات دي ليه؟ بيبهدلوا بعض في المحاكم، وتبص تلاقي الدنيا في الاخر ايه؟ ما كانوا بيحبوا بعض، وترجع لزوجي يقول لك والله كان كذا لو فعلا حصل. طب يا ابني ليه ما عملتش؟ طيب وانت يا بنتي ليه ما عملتيش حاجه زي؟ تقول لك بقى اللي حصل حصل، مش عارف يعبر عن حبه صح، وهي مش عارفه تعبر عن بصها، هي اختارت التعبير انت ما تقدرش على بعدي وهتيجي تصالحني وهتيجي تتراضيني، هي اختارت كده، وده مش الصح، وده مش صح. وخلي بالك توقعات اللي انا بقولها دي، التسع توقعات دول اللي انا قلتهم مهمين جدا على فكره، وراجعوهم. ودي الصدمات اللي بتتعرض ليها البنت لما بتخش في علاقه وبتقرر يا اما تنسحب يا تتالم يا تنهي العلاقه يا تاخد قرار. وانت يا ابني لما تسمع اللي انا قلته ده وتراجعه تاني اعرف اتعامل ازاي.